سمير خلفاوي المدير الجهوي للتجارة بلبن. انطلقنا في عمل رقابي مكثف خلال شهر رمضان بالتوازي مع تأمين تزويد السوق بمختلف الحاجيات الاستهلاكية، وتبقى ديما معنا بالنسبة للولاية فما معنا نقص الحقيقة معنا في مادة السكر رغم الكميات الاستثنائية اللي تم ضخها في السوق، كيف فما معنا تسجيل نقص في مادة الفرينة الرفيعة، وثم معنا برنامج نتاع تحسين العرض بهذه المادة خاصة خلال الفترة الأخيرة من شهر رمضان اللي يتزامن مع ارتفاع نسق استهلاك السكر والفرينة. بالنسبة للعمل الرقابي كما تعرفوا معنا بالنسبة لولاية نابل والإدارة الجهوية للتجارة قامت بنشاط رقابي مكثف، سخرنا تقريبا معدل نتاع 11 فريق كل يوم، قمنا ب تغطية شاملة لمختلف مناطق ولاية نابل 16 معتمدية مناطق ريفية خاصة، وكان التنسيق معناها المشترك يتم بشكل يومي بين فرق المراقبة الاقتصادية والحرس الوطني والحرس البلدي في الشرطة البلدية اللي الحقيقة قاموا بمجهود كبير برشا في معاضدة وتأمين العمل الرقابي الميداني. القطاعات اللي تم استهدافها خلال الفترة المذكورة من 1 رمضان إلى 23 استهدفت خاصة المواد الغذائية، الدواجن، الخضر والغلال، المقاهي والفواكه الجافة، اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء والمطاعم والمخابز المصنفة وغير المصنفة. كيف معناه تم عمل رقابي خصوصي يشمل محلات صنع الحلويات والمرطبات بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للسلامة الصحية. كيف ركزنا في العمل الرقابي بتاعنا على الأحذية والملابس الجاهزة بداية من النصف الثاني من شهر رمضان، وكذلك فضاءات الترفيه. بالنسبة للفرق اللي تم تسخيرها خلال الفترة المذكورة 217 فريق، عدد الزيارات اللي تم القيام بها 3225 زيارة ميدانية، والمخالفات اللي تم رفعها إلى حدود 23 من شهر رمضان الموافق ل 2 أبريل 2024 839 مخالفة اقتصادية. أهم المخالفات شملت المواد الغذائية 263 مخالفة، في بالنسبة للخضر والغلال 271 مخالفة، وبالنسبة للدواجن 51 مخالفة، والمخابز والمرطبات 85 مخالفة اقتصادية. وتعلقت أهم المخالفات اللي تم رفعها بالترفيع في الأسعار أو عدم استظهار فواتير الشراء أو إخفاء بضاعة والامتناع عن البيع. بالنسبة للمحجوزات الحقيقة بالتوازي مع النشاط الرقابي والمخالفات المرفوعة تم حجز العديد من المنتوجات خاصة منها المنتوجات الأساسية، الفارينة 314.2 قنطار فارينة مدعم مخصص صنع الخبز من أجل مخالفات تعلقت بالترفيع في أسعار مادة الخبز بالتنقيص في الوزن، أو مخالفات متعلقة بإخلال بترتيب الدعم استعمال المنتوجات المدعمة في غير أغراض مخصصة لها. كيف عجزنا خضر وغلال في حدود 3.6 طن، سكر 1.3 طن، الحليب 336 لتر، سميد 2.12 طن، زيت المدعم في حدود 290 لتر، منتجات اختصاص ويعني يعتبر 5671 علبة. هذا هم معناه أهم المنتجات اللي تم حجزها، ويبقى معناه الوضع العام للتزويد حسب المؤشرات مرضي باستثناء مادتين كان بعض الضغوطات وإن شاء الله تتحسن الأوضاع خلال الأيام القادمة. برمجة الضخة خلال الأيام هذه انطلقنا فيها مع بداية الأسبوع، الكمية هذه هي في حدود تقريبا 221.25 طن. هذا هي برنامج الأسبوع اللي هذا اللي بيتم فيه ضخ الكمية هذه الاستثنائية اللي هي في حدود 25% من الكمية الجملية المخصصة لولاية نابل اللي هي 885 طن.